السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بانت كل الباكراوند تبدلات غير حيت كنقاد في واحد الاستوديو اللي جديد، إن شاء الله غير غادي يكمل غنولي نصورو فيه. الواعرية تولي تعجبكم البلاصة على الاستوديو اللي غنصوب. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريك كيفاش أكتيفي آيفون جديد. شحال من واحد كيشري آيفون مطرق وكيبقى غير كيشوف فيه مكيعرف من غيبدا. ملي كيشعل الآيفون كيطلعو ليه بزاف ديال اللعيبات كيدوخو، وهنا كيجي الدور ديال شعيب باش يسهل عليك الحياة. كما كتعرفوا عليا ما كنبغيش نطول عليكم في المقدمه، ما تنساش واحد اللايك، اشترك في القناه وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد. وبالنسبه للناس اللي مازال ما عارفينش، ولله الحمد ولا عندنا محل ديال التليفونات لي زاكسسوار، كنديروا الاندرويد جديد والمستعمل وحتى لي زايفون جديد والمستعمل. المحل جا في كازا سيد البرنوصي فوق سوق النموذجي ديال طارق. المهم لوكاليزاسيون وانستغرام ديال المحل للاسم ديالو رمزي ستور نخليك في الديسكريبشن ديال الفيديو. ونبدا على بركه الله. دابا انت سيدي شري شي ايفون جديد مطرق بالكرتونه ديالو، اول ما غتجيب التليفون من البواطه شنو غدير؟ غادي تشعلو. مني غادي تشعل التليفون غادي يطلع لك على التشكيل، يطلع لك هنا هلاو مرحبا بجميع اللغات غتكتب لك. هنا فين كيوحلوا بزاف ديال الناس كاع ما كيعرفوا كيفاش اكتيفيو. المهم تبع معايا خطوه بخطوه، داكشي راه جد بسيط. معليك غير تهز هذه الفوق بحال ما هكا، كتسوايبي الفوق كتختار اللغه اللي بغيتي. على سبيل المثال انا غادي نختار انجلش. بسم الله. هو بشكل اوتوماتيك كيعرف الدوله ديالي هي موروكو. في حال ما طلعتش ليك كتختار الدوله ديالك تقلب على موروكو. ها هي موروكو عندي هنا الفوق، نوركو على موروكو. بالنسبه لهاد الباج الاولاني اللي كطلع ليك كتقدر تكبر فيها الخط او تصغره. شوف معايا الخط هنا كيفاش داير، لي زيكون هنايا قداش. شوف ملي غنورك على ميديم بحال كبر واحد شويه، شوف الساعه هنا وشوف كتبه الفوق. ملي غادي نورك على لارج غادي تزيد تكبر. يعني كيشوف الناس مثلا اللي عنده الشوف ضعيف واحد شويه يقدر يخليها ميديم او لارج. كنتي كتشوف مزيان تقدر تخليها ديفولت. وبالنسبه لهاد ليكون اللي عندك هنايا بالزرق هذه خاصه بالناس مثلا اللي ما كيشوفوش. شوف ملي غنوركو على شنو غيعطينا، نوركو عليها بحال هكا بلاتي نورك عليها. هادشي كامل كتقدر تاكتيفي. بحال مثلا هاد الاولانيه الاسم ديالها فويس اوفر، هذه خاصه بالناس اللي ما كيشوفوش مساكن، كيقدروا تاكتيفيها وكيقدر يبقى غير يسمع ويأكتيفي الايفون ديالو عادي بكل بساطه. هاد الثاني ديال الزوم هادي حتى هو كما قلت لكم لو بغيتي تغلط الخط او لا ترقو. المهم عندك بزاف ديال الحوايج هنايا، حنا غنوركو على دان ما غاديش نستعملوه. وما تنساش تحمد الله على النعم اللي عطاك. غادي نوركو على كونتينيو. بالنسبه للصفحه اللي عندك هنايا، الا عندك شي ايفون واحد اخر كتقدر تقربو منه وكاع دوك المعلومات والاي كلاود كلشي كيتلاح لي. ولكن حنايا غادي نسيطابيو دابا على اساس نتايا يلا شاري ايفون، يلا دخل العالم ديال الايفون. يعني ما عمرك كان عندك شي ايفون من قبل، غطلع لك هاد الباج غتورك على سيتاب ويزاوت انذر ديفايس، غتورك على التحتانيه. هنا كيعطيك الكلافيات واللغات اللي كتستعملوا في البلد ديالك. بحال دابا انا اختارت موروكو، عرف باللي كنستعملوا حنا الفرنسي والعربيه. هاد لونغلي على زادها لاني انا اصلا اللغه ديال التليفون دايره بلونغلي، داكشي علاش بان لك هادشي هو هذاك مزيان. بان لك شي لغه واحده اخرى بغيتي تزيدها كتورك على كاستمايز هنايا لتحت، وكتورك على اد لانجويج وكتختار اللغه اللي بغيتي وكتزيدها في الكلافي. حنا ما غادي نزيدو حتى شي حاجه، غادي نرجعو بحال ما هكا. غادي نوركو على كونتينيو. هنايا غادي خصك ضروري تكونكتي بشي واي فاي باش يتاكتيفا. هاي طلعت لي الواي فاي هنايا، نورك عليها. ندخل مود باس، شوف شنو طلع لي هنايا. هاد الباج ما عندك ما دير، ما عليك غير تبقى تسنى واحد شويه وغادي تاكتيفا. في حال كان التليفون جديد يلا مجبود من الكرتونه، هنايا فين كيولي طالع كلاداج امتى تاكتيفا. الا تشيكيتي هو باقي مطرق ما كيطلعش كلاداج، كيقول لك بليز اكتيفيت يور ديفايس، يعني من فضلك سير اكتيفي داك التليفون ديالك. مني غادي دوز هاد ليطاب، مني غتكونكتي بالواي فاي دوز هاد ليطاب غادي يعطيك لاداج وقتاش اكتيفا. صافي من بعد ما غنتسنى واحد شويه غتطلع لك هاد الباج، غتورك على كونتينيو. من موراها غتطلع لك هاد الباج. هنايا كيقول لك واش بغيتي هاد الايفون سيطابي راسك نتايا، يعني بغيتي اكتيفي وتخدم به نتايا، اولا باغي مثلا تصاوبو لولادك. على سبيل المثال تقدر تكون شاري الايفون مثلا لولدك، غتختار هاد التحتانيه اللي كنتي شاريه لراسك، وغالبا الناس اللي كيتفرجوا في الفيديو شارينو لراسهم. غتورك على سيتاب فور ماي سيلف، يعني بغيت سيتابي لي انا شخصيا. غنوركو على هاد الزرقاء، وهنا كيعطيك باش دير الفيس اي دي. في حال ما بغيتيش ديرها كتقدر تورك على سيتاب بلاير، ولكن حنا غادي ندخلوها ما كاينش مشكل. غنوركو على كونتينيو، نوركو على جيت ستارتد. كتحاول تسونطر وجهك بحال ما هكا حتى كتولي الدائره، وكتدور وجهك بحال ما هكا جميع النواحي كتدورو حتى كتولي هاد البلايصه كامله خضراء. ها هو دابا قراها مزيان. ملي طلع لك هاد الباج كيسولك واش انت كتخدم بالماسك ولا لا. بحال دابا انا ما كنديرش الماسك في وجهي، غادي نورك على سيتاب بلاير ان سيتينغز حتى نهار نحتاجها ونرجع ليها. هنايا قال لنا بلي الفيس اي دي اللي دخلنا راه تقرات. غنوركو على كونتينيو، غادي يطلع لك هاد الباج عاوتاني. هنايا كيقول لك دير شي مود باس للتليفون. في حاله الفيس اي دي الله يحفظ الله يحفظ وقعت شي حاجه وجهك راه يقدر ما يعرفكش، كي غادي خصك ضروري مود باس. فشنو غدير؟ عندك هنايا 6 ديال الارقام. في حال تبغيتي غير 4 ديال الارقام ما كاينش مشكل، تورك هنايا وغتهبط للاخرانيه تورك عليها، تقدر تدخل غير 4 ديال الارقام فقط. في حال تبغيتي انت مود باس يكونوا فيه ارقام وحروف تقدر عاوتاني تورك هنايا وتجي لهاد الاولانيه كاع، غتقدر دير حروف ودير حتى ارقام. ولكن انا شنو غادي ندير؟ غادي نجي نورك هنايا وندير غير 4 ديال الارقام فقط. انت اختار داكشي اللي بغيتي، غادي ندير 1 2 3 4. هنا كيطلع لك واحد الميساج كيحضرك كيقول لك هذا المود باس اللي درتي زعما راه بسيط اي واحد يقدر يعرفه. بما اننا غير كنشرح لكم دابا راه ما كاينش مشكل، غنقول لي ماشي مشكل يوز اني واي، زعما ماشي مشكل غير خدم به. هيقول لي هنا عاود دير داك المود باس اللي هو 1 2 3 4 باش تكونفيرميه.
من بعد غادي يطلع لك هاد الباج. هاد الباج جد مهمه. هاد الاولى كيقول لك واش بغيتي دير شي باك اب من الاي كلاود، هادشي ما عندك ما دير به، ما تبرزتش به راسك. هاد الثاني كيقول لك واش بغيتي تهز تصيفط مثلا لي دوني ديالك من شي ايفون واحد اخر لهاد الايفون الجديد، هادي ان شاء الله غنديروا عليها فيديو بوحدها. هادي كيقول لك واش بغيتي تهز لي دوني ديالك من شي ماك بوك اولا بي سي تحطهم في هاد الايفون. وهاد الاخراني كيقول لك واش باغي تهز لي دوني ديالك من شي تليفون ديال اندرويد او تلوحهم هنايا في الايفون. كما قلت لك هاد اللعيبه الثانيه ان شاء الله غندير عليها شي فيديو، كيفاش تهز لي دوني ديالك من الايفون القديم مثلا هو هذا لهذا الايفون الجديد. المهم دابا حاليا كما قلت لك نتايا واحد السيد يلا شري شي ايفون، يلا دخل شي العالم ديال الايفون، اشنو غادي نديرو في هذه الحاله؟ غتورك هنايا على هذه الاخرانيه غتوصل لهذه ليطاب اللي جد مهمه. كيقول لك سيدي دخل لنا الاي كلاود ديالك، وحنا قلنا يلا شري شي ايفون، اذا انت الاي كلاود ما عندكش فشنو غادي نديرو هنايا؟ غادي ننصحك تمشي تفرج في الفيديو اللي درت كيفاش تصوب في اي كلاود من اتل زد خطوه بخطوه. الفيديو راه غادي يطلع لك الفوق على اليسار، وغادي يطلع لك حتى في الاخر ديال الفيديو ملي غادي يقرب يسالي الفيديو غادي يطلع لك، وغنخليك ليا ديرو حتى في الديسكريبشن ديال الفيديو. مادام نتايا واخد ايفون خاصك ضروري اي كلاود. ايفون بلا اي كلاود ما غاتانستالي حتى شي حاجه، ما تقدرش انستالي لا انستغرام لا تيليجرام لا واتساب لا حتى شي حاجه، غادي خاصك ضروري اي كلاود. هو في الاصل سميتو ابل اي دي، ولكن حنا في المغرب راكم عارفين كنعطيو السميات ديالنا كنسميوه اي كلاود، هو في الاصل سميتو ابل اي دي. المهم بغيتي تعرف كيفاش تصاوب اي كلاود اولا ابل اي دي، ما عليك غير تفرج في الفيديو اللي نخليك في الديسكريبشن ديال الفيديو. من بعد ما تكمل هذا الفيديو سير تفرج فيه. كما قلنا انت واحد السيد باقي جديد يلا شريتي ايفون ما عندكش اي كلاود اولا ما عندكش ابل اي دي، شنو غادي دير؟ غتورك على هذه اللي بالزرق، وغادي نجيو لهاد الاخرانيه كاع نقول لها سيدي خلي حتى من بعد عاد ديك الساعه نصاوبوا اي كلاود ديالنا ماشي مشكل. غادي نوركوا عليها بحال هكا، غادي تعاود تورك على دونت يوز ما بغيتش نستعملها، غيطلع لك هاد اللعيبات ماشي مشكل تقراهم ولا ما تقراهمش، تورك على اجري يعني كتوافق على هاد الشروط. هنا قال لك اسيدي واش بغيتي دير الميساجور للتليفون ديالك بشكل اوتوماتيكي؟ قول لي كونتينيو ما كاينش مشكل. هاد الاي ميساج والفيس تايم ما نكذبش عليكم ديما كندير لها نوت ناو، بالنسبه للوكاليزاسيون ما كاينش مشكل كندير لي تور اون. وبالنسبه لهاد الباج في حاجه عندك شي نمره اي سيم كتقدر تسكاني الكود، اولا الا كان عندك شي ايفون قديم اولا زعما الايفون اللي كنتي ديجا خدام فيه وفيه الاي سيم كتقدر تدوز ليه النمره ديريكت. انت يا سيدي ما عندك لا اي سيم لا حتى شي حاجه غتورك على سيتاب ليرر بحال هكا. هنا كيقول لك واش بغيتي نتبعوا الخدمه ديالك في التليفون باش نصيفط لك واحد التقرير بشكل اسبوعي، شحال ديال الوقت دوزتي في هاد لابليكاسيون، شحال ديال الوقت دوزتي في انستغرام، باش كتعرف راسك شنو هما الحوايج اللي كتضيع فيهم الوقت بزاف. غادي نوركوا على كونتينيو، في حاجه ما بغيتهاش تورك على سيت اب ليرر، ولكن انا كنورك على كونتينيو. هنا يا سيدي كيقول لك واش تقدر تسمح لابل، المهم ما كاتبينش لك هكا ولكن هذا هو المعنى ديالها، تجسس عليك واحد شويه باش تزيد تطور من الخدمات ديالها، باش تعرفك شنو الحوايج اللي كتقلب عليهم، شنو هما المشاكل اللي عندك في الايفون، هادشي غادي يساعدها فانها تطور من السيستم ديالها. ولكن المهم تعجباتك دير لها ماشي مشكل شير ويد ابل، ما عجباتك دير لها دونت شير. انا شخصيا ما كنقولش كديره، ولكن انا شخصيا كنورك على شير ويد ابل، كطلع لي الباج تاعي كيقول لك واش بغيتي يعني المطورين ديال البرامج اولا ديال التطبيقات حتى ما تشارك معاهم مثلا الخدمه ديالك في دوك لي زابليكاسيون ديالهم. انا شخصيا كندير شير ويد ابس اولا اب ديفلوبرز كنورك بحال هكا. وهذا ما كان من بعد ما طلع لك هاد الباج صافي هنا القضيه سهلت. الا بقيتي مورك على هذا كيبقى في البيض، جيتي هنا كدير الدارك مود لو وركتي هنا كيولي بالكحل كيولي الدارك مود، درتي اوتو كيبقى غادي على حسب الخدمه ديالك، بنتي ليه بلاصه مظلمه يقدر يدير الدارك مود، بنتي ليه في الضو غادي يدير لك لايت مثلا. المهم هاد اوتو حتى شي واحد ما كيديرها، يا اما تخليه لايت بحال ما هكا اولا تخليه دارك. هنا كيقول لي باللي الزر ديال السايلنت مود لان هذا الايفون 15 راه ولي عندك هنايا في الجنب وعندك حتى هنايا لهبطت هاد البار الفوقانيه ما كاينش مشكل بحال غير كيقرفك هنايا. غادي نورك على كونتينيو. كما قلت لك هاد اللعيبه غتطلع غير في الايفون 15 فقط لان فيه هاد الاكشن باتن. هنا كيقول لي واش بغيتي تخصصها اولا نقدر نورك على نوت ناو، نقول لي ماشي دابا ولكن ماشي مشكل نوركو على كاستمايز بحال ما هكا وندوز. دابا هذه مثلا الا اختارت الكاميرا ملي غادي نورك على الاكشن باتن غادي تحل لي الكاميرا، اختارت مثلا الفلاش هنا نورك على الاكشن باتن غادي تحل الفلاش. اشنو غادي نديرو؟ نخليو حنا غير سايلنت مود باش ملي نوركو على بحال ما هكا يمشي لنا الصوت، نعاودو نوركو عليه يرجع الصوت. غادي نوركو على كونتينيو، هادشي للاسف ما عندناش هنا في المغرب كاين غير في امريكان. غادي نوركو على كونتينيو وغادي نقول لك يا اخي ويا اختي مبروك عليك، ما عليك غير تسوايبي بحال ما هكا وهو الايفون ديالك. هاد التطبيقات اللي عندك هنا كاع ما تكونو تيليشارجين من الاحسن تخليهم كونكتي بالواي فاي حتى تيليشارجاو كاملين. من بعد ما اكتيفيتي الايفون بهاد الطريقه باقا خاصك حاجه وحده اللي هو الحساب ديال ابل اي دي اولا حنا اللي كنسميو اي كلاود. كيفاش غتصاوب هاد الاي كلاود اولا الابل اي دي؟ ما عليك غير تسنى الاخر ديال هاد الفيديو راه غادي يطلع لك هو في الاخر تقدر تدخل تفرج فيه اولا هبط للديسكريبشن غتلقاني خليت لك اللينك ديالو. وكانت هادي هي الطريقه باش تاكتيفي الايفون الجديد اللي خديتي وبصحة سيدي بصحة مسبقا. وكان هذا هو الفيديو، نتمنى تكون استفدتي معلم ان هادشي اللي وريتك ابسط من البساطة، ولكن حتى شي واحد فينا متزاد معلم. والفكرة اللي واخد نتايا على الايفون على انه صعيب ومعقد في الخدمة ديالو هذيك الهضرة ما منها حتى شي حاجة. الايفون بحالو بحال اي تليفون واحد اخر، خذ الامور ببساطة. غير حنا المغاربة للاسف بقينا كنفخو فيه اكثر من القياس، اما هو راه بحالو بحال اي تليفون. والنصيحة اللي غنعطيك ديما جرب ما تبقاش تسمع. انا كنت بحالك كنسمع بلي الايفون صعيب ومعقد في الخدمة ديالو كذا كذا، نهار جربت
عرفت شو بحال الا بغيتي تصاوب اكلاب بحال غتصاوب جيماين ما كاينش فرق. وهذا المكان سيدي في امان الله.